مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين على قناة الكارما، ومساء الخير لحضراتكم. مين النهاردة متشجع ان يحط ايده في ايد الرب ويتحد بيه، ياخد اللي على قلبه ويطلقه للبلد؟ امين. بس حاسة كمان انه يمكن احنا كل واحد فينا جاي وعلى كتفه حمل، صح؟ في حمل مش كده؟ تيجوا نشيل الحمل ده؟ يلا نشيله. تعالوا نستريح في حضور الرب. تعالوا نقول له تعالى يا روح الله وسطينا، احنا عارفين انك انت موجود وحضورك سابقنا. افتح عينينا على حضورك فنشوف انت هتعمل معانا ايه وهتدينا اللي في قلبك ازاي. تعالى نقول روح الله القدوس تعالى اسكن هنا في وسطينا. دمك يطهر من كل خطية. تعال على كل عطش وعلى جوع بمية تروينا تروينا. جاي علشان تسمع حد، لقاء التسبيح ولا وعظ. اوعى، احنا جايين علشانه هو، هنقابله هو، هناخد الراحة منه. مفيش حد هنا هيقول كلمة تريح، الروح القدس هو اللي بيقول الكلمة تريح. تعالوا نستمتع بالكلمة. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا شل نفسها
حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. العصفور هيفقس فين غير في حتة مريحة ودافية وهادية؟ عند مذابحك يا رب الجنود. نكمل. طوبى للساكنين في بيتك، ساكنين في حضورك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. خلونا نقول الكلمات اللي جاية دي حتى لو كانت جديدة علينا، هي سهلة ردتها معايا، بس هي بتقول من كلمات المزمور ده: ما أحلى حضورك ربي، أعبدك أرفعك. ما أحلى
لأن حضورك مبهج ومبهر. نحمدك. نحمدك الشفاء
وتسبح اسمك وتعليك. Thank you.
الرب بكلماتك، اعلن صلاحه، اعلن خضوعك وسجودك ليه، لان هو مستحق وصالح.
كلي الكرامة كلي القدرة. Oh,
الموسيقى ونسكت في حضوره، نستقبل منه ونشوفه. اللي يقدر يركع، اللي يقدر ينحني، ونرفع اسمه عاليا. مساء الخير. مرة ثانية عايز أحيي كل الناس اللي تستقطع هذا الوقت الثمين عشان تيجي يوم الاثنين عشان تصلي، عشان تصلي مش مجرد تسمع وعظة وتتعزى، لكن عشان تقف في الثغر عن حياتها وعن حياة الكنيسة وعن حياة الشعب في هذه الأيام. لما الكتاب، لما المسيح وصف بيته فقال بيتي بيت الصلاة يدعى،
قبل أي حاجة تانية، قبل الوعظ وقبل الشركة وقبل المحبة الأخوية، هذا المكان مكان للصلاة، لتصعد صلواتنا بخور مرضية أمام الله، ليسمع في العلاء صوتنا. وزي ما شاركت وبشارك، ويوم الاثنين اللي فات ما كنتش قادر أكون هنا لأني كنت في الفيوم عشان نشجع إخواتنا اللي ابتدوا حركة للصلاة جميلة جدا في الفيوم، يرجعوا مرة تانية يجتمعوا أسبوعيا، مش كل أسبوعين ولا كل شهر، وتلتقي الكنائس. ودي حاجة جميلة قوي إن في 4 مدن دلوقتي أيام الحصاد بدأت اجتماعات من كل الكنائس، مش كنيسة والناس بتجيلها زي هنا، لكن من كل الكنائس بيجتمعوا في الكنيسة دي وبعد الكنيسة دي وبعد الكنيسة دي والكنيسة ديت، إنجليين وكاثوليك، وفي بعض المدن الأرثوذكس مشاركين، بالعكس هم اللي بيستضيفوا الاجتماعات الصلاة ديت، فشيء مشجع للغاية. النهاردة نفسي أصلي بناء على الخدمة اللي أنا خدتها الجمعة اللي فاتت وعصتها 3 مرات لغاية لما زهقت من نفسي. المهم يعني وأنا بتكلم عن قاضي الظلم وهذه الأرملة اللي انتزعت حقها من قاضي الظلم، كم بالحري إحنا مختاري الله ما ناخدش حقنا من أبونا السماوي. وقلت وعايز نمارس ده النهاردة، إن الصلاة هي المعركة الرئيسية اللي بنكسبه بالصلاة بنطلع نرثه في واقع الحياة، اللي مش هناخده في الصلاة مش هناخده بر، مش هناخده بر، لأنها مش معفرة، لأنها مش بدراعي. المرأة دي فهمت إن الموضوع في إيد القاضي، مش تروح تتخانق مع خصمها، خصمها أقوى منها، لكن القاضي أقوى منه، اللي حيؤمر بيه القاضي حيكون. معركتنا الروحية في ملكوت السماوات ضد إبليس، مش هنتخانق مع إبليس، إحنا بنروح لربنا، للكبير قوي قوي قوي، للي كلمته نافذة، للي يربط القوي وينهب أمتعته، للي يقول فيكون ويأمر فيصير. اللي هناخده في الصلاة، اللي هنطلبه وناخده وإحنا قاعدين في الصلاة، هنعرف نعيشه ونرثه ونمتلكه ونحياه ونحييه في واقع الحياة. اللي مش هناخده في الصلاة مش هيحصل، مش هيحصل. الناس اللي هنصلي لها ونصرخ من أجلها لما نروح نكلمها عن المسيح ممكن تقبل المسيح، اللي مش هنصلي لهم مش هنصم أجلهم، صعب قوي، صعب قوي، عيونهم تنفتح وأذانهم تنفتح. فالمعركة الحقيقية هي أولا على ركبنا، أولا في الصلاة. عشان كده المسيح في المثل ده قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ولا يمل مش لأن الصلاة مملة، لا، كلمة لا يمل دي كلمة يعني مش لطيفة شوية لينا، إن إحنا مرات بنزهق من الصلاة فعلا، لكن لا يمل يعني don't give up، ما تستسلمش، don't lose heart، ما قلبك لا يخور، لأنه يأتي إتيانا ولا يتأخر، لأنه ينصفهم سريعا وهو غير متمهل عليهم. هو مش متمهل عليهم، هو غير متمهل علينا، هو ينصفنا سريعا. في حاجتين النهاردة نفسي نصلي عشانهم. وأنا قلت في الخدمة ديت، قلت إبليس خد مننا على الأقل 4 حاجات على المستوى الشخصي، و4 حاجات على مستوى الكنيسة العامة، والصلاة هي اللي ترجع الحاجات ديت. عايز أصلي عشان حاجة من الحاجات اللي على مستوى الشخصي، وعايز أصلي عشان حاجة على مستوى الكنيسة. على المستوى الشخصي، في زحام الحياة، في الجري، حتى في الخدمة، كتير قوي إبليس بيسرق مننا حقنا إننا نشبع بربنا، حقنا إننا نرتوي بربنا، حقنا إننا نفول، نملى التنك بغنى محبته والشركة العميقة معه. لما دايما بتكلم بقول إيه الامتياز الأول اللي أعطي للمؤمن؟ الشركة مع ربنا، وده الامتياز الأول. أحلى حاجة لما تصالحت مع الله، لما قبلت المسيح، أحلى حاجة غفرت خطاياي، لا، أحلى حاجة إن اسمي كتب في سفر الحياة، أحلى حاجة إني بقى عندي علاقة مع ربنا.
إني بقى عندي علاقة مع ربنا. مزمور 17 في آخر عدد بيقول: أما أنا في البر أنظر وجهك. العهد القديم، بس أي حد عنده علاقة، قديم جديد هو عنده علاقة. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت شبهك. مجرد أشوفك أشبع. أنا عايز يا رب لما أصحى الصبح أفتح عينيا كده، أول حاجة أشوفها أشوفك أشبع. ده الفطار، هو ده الفطار المظبوط. اللي أنزل بقى وأروح واجي وأشتغل وأنا مالي التانك، وأنا مالي التانك. مزمور 63 بيقول له: إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. وبعدين بيقول له: كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. في السهد، في الليل، في ظلمة الليل ألهج بك. حكيت الحكاية دي كتير عن بالذات ابني الصغير. كان أول ما يصحى وبعدين يجي على طول كده يروح داخل وزاء الباب عندنا، وبعدين يروح ناطط في السرير ويروح جاي في حضني ويفضل لابد كده، لابد. وطبعا أنا أروح يعني مبوض فيه قوي، هو بيشحن وأنا بشحن، إحنا الاثنين بنشحن، هو بيشحن مني وأنا بشحن منه، يعني فنشحن إحنا الاثنين كده. يقعد شوية كده كده كده، وبعدين يقوم بقى يخش الحمام ويلبس وينزل المدرسة بتاعته. لما كبر شوية بطل الحكاية دي، فمش عارف ليه. المهم يعني وكنت بشوف المنظر ده بالظبط، أنا احتياجي لربنا بالظبط كده، إني أشحن كل يوم، أشبع إذا استيقظت بشبك، كما من دسم وشحم تشبع نفسي. فشبعان، شبعان بربنا. فمش بدور على حاجة تحصل، مش بدور على حاجة تجيلي، مش بدور على مدح من الناس، مش بدور على محبة الناس، مش بدور على حاجة حلوة أو وحشة، لأني لما لقيتش حاجة حلوة هدور على حاجة وحشة عشان تشبعني. لأني شبعان، لأني شبعت بالرب. مؤخرا بقى عندي حفيد ولد برضو، فحاجة غريبة جدا الموضوع بيتكرر تاني. أول ما يقابلني كده، فالأول ما يشوفني يبقى يعني ينفعل قوي، وبعدين يروح طالع يجري، فمن المساط يروح طالع يجري. فأنا بقول يا رب يخاف مني ولا يا ابن، تعالى تعالى أنا، أنت وحشني. بس هو ده انفعاله الأول، وبعد ما يجري كده يروح راجع تاني، وبعدين أروح أخده في حضني وشايله، يروح بقى لازق وعامل تقريبا نفس المنظر اللي كان ابني بيروح لازق كده، لازق ويحط راسه كده على كتفي، وفضل قاعد كده ساق وفتح عينيه. وممكن يطول فيه، طبعا انا عايزه يطول، انا يعني مش عايزه يخلص يعني، فانا برضه بشحن يعني، ففي الشايبه برضه الواحد بيشحن. المهم يعني وبعدين ينزل بقى يلا نلعب، خلاص خلاص انا شحنت. اشبعه. الجفاف الروحي بيحصل من ايه؟ الفقر بيحصل من ايه؟ التعب بيحصل من ايه؟ الارهاق الروحي بيحصل من ايه؟ بنعثر ليه؟ بنقع ليه؟ بنضعف ليه؟ لاننا حرمنا نفسنا من حقنا، لان ابليس ضحك علينا وحرمنا من حقنا اني اشبع بالرب. اشبع بالرب، اشبع بالعلاقه دي، اشبع بابوته، اشبع بمحبته، اشبع بدفئه، اشبع بكلمته. من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أعطيه انا فلن يعطش الى الابد. ما انا شربت لما قبلت المسيح، لا حضرتك فهمت غلط. الشرب ده مش مره والى الابد، هي كده وخلاص وتمشي بيها مدى العمر. لا، الميه اللي بيديها ويفضل يديها لك كل يوم ما تخليكش تعطش للعالم، ما تخليكش تعطش للميه الملحه اللي اول ما تشرب منها تعطش. الميه دي اول ما تشرب منها ترتوي ترتوي. ميه عذبه، ميه عذبه. انا اصلي عشاني و
وانا محتاج للحكايه دي، وعايز كل واحد يصلي عشانه. صلي للمؤمنين قبل نهايه السنه دي، يا رب ارجع مره تانيه اشبع شعبك بيك، فلا نحتاج في اي ضيق ان نبحث عن سواك. ما نشحتش من حد تاني، ما نروحش نشرب تاني من الميه المالحه اللي بيقدمها هذا العالم. مش ميه مالحه، الميه السامه، السامه اللي دخل على المجاري. وما ادراك. ومعايا خلينا نصلي الكلمات ديت: جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي بفيض غناك، فلا احتاج في اي ضيق، في اي ظروف صعبه، في اي تمتيشن، في اي تجربه، في اي عوز، اني اروح في حته تانيه، اني ادور على مصدر تاني للشبع. جوعني ليك واشبعني بيك. فبقى رافع راسي كده ورايح للناس، عندي اللي ادهولهم، مش رايح مكسور وعايز اخد منهم. صليها صليها. اشبعني بيك، اشبعني تابع الأخبار والدنيا، يعني ممكن أقعد وقت أطول على الأخبار وأنا بدور على الأخبار، أخبار مصر وأخبار سوريا وأخبار العراق وأخبار اليمن وأخبار الكورة وأخبار برشلونة. أكتر ما أقعد في حضنه وأشبع به. مهم أن يبقى متابع الأخبار، بس أخبار الدنيا بتشقق أرضي، تكسر قلبي، بتغم النفس. وانت تقرا 35 واحد ماتوا، 42 واحد ماتوا، عايز كل اتنين يصلوا مع بعض، عايز تصلي الترنيمه ديت: جوعني ليك واشبعني بيك، املى عينيا بجمالك، املى خيالي بجروحك، عايز تاني اتنقع في محضرك، عايز مره تانيه اتنقع في محضرك، عايز تاني اشبع بيك بشخصك، بحضنك، بابوتك، برؤياك. ام انا فبالبر انظر وجهك، اشبع لما اشوف شبهك.
بيشبعني ويشبعني بيك يا رب. عايز صورتك تملى عينيا تاني، صوتك يملى وداني تاني، ومية الحياة تملى قلبي تاني وتغسلني تاني. عايز ترجع كلمتك تاني تملى جوفي طعام الحياة، خبز الحياة، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. كلمني 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 كلمني، اشبعني بكلمتك، اشبعني بكلمتك، اشبعني بحقك، اشبعني بفهمك، اشبعني بمعرفتك. اكسب المعركة دي النهاردة، اكسبي المعركة دي النهاردة قدام ربنا. قول له رد لي شبعي بيك، رد لي قعدتي معاك، رد لي خلوتي معاك، رد لي نشحن منك، مشحنش من حتة تانية ومشحنش من حد تاني. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو، كل مر حلو، لأن القلب جعان، لأن النفس شبعانة، لأن أرضك مشققة. اشبعني بيك املى عينيا بجمالك، املى وداني بصوتك، املى خيالي بجروحك، املى احلامي برؤاك، في السهد الهج بك، في السهد الهج بك، عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي، لكي ابصر قوتك ومجدك. انك تشبع بيه ده حقك، ده حقك. الابليس خده منك، استرده النهارده، استرده النهارده، استرديه النهارده، استرده النهارده واسترديه النهارده.
لحظات قدام ربنا. غمض عينيك وغمض عينيك. ده حقك ومن حقك تتنازل عنه، تعيش جفاف، من حقك تاخده تسترده. هو بينادي عليك، أريني وجهك أسمعيني صوتك. وجهك جميل، صوتك لطيف. هو بينادي على كنيسته، اشبعي بيا مش بالعالم، ارتوي بيا عشان ريحتك تبقى ريحتي ويبقى جمالك جمالي ويبقى اللي طالع منك هي عصارة الحياة بتاعتي مش بتاعتك. من يأكلني من يشربني يثبت فيا وأنا فيه. من يشبع بي يأتي بثمر كثير. قول معايا كده، اسمع صراخي يا سيدي. أنا مش متنازل عن حقي ده النهاردة، أنا مش متنازل. وقف معايا، وقف معايا، قول له اسمع صراخي يا سيدي النهاردة. رد لي، رد لي، رد لي شبعي بيك، رد لي جلستي ديت، رد لي حقي ده اللي تسلب مني وسط زحام الحياة، اللي أنا سبت عدو الخير يخطفه من بين إيدي ومن حياتي. رد لي هذا الشبع، أشبع أنا وكنيستك بيك، أشبع أنا وشعبك بيك يا رب. وكل اللي يطلع مننا وكل اللي ينضح مننا وكل اللي يفيح مننا تبقى رائحة المسيح الزكية.
ايدك تقول له امسك ايدي يا رب وما تشيله يمسكه. معقول؟ معقول امد ايدي اقول له امسك ايدي شدتني شجعني وقفني على رجلي هو ما يمدش ايده ليك؟ شفت طفل بيقول لابوه كده وابوه يقول له غور عني؟ في اباء كده بس يعني مش مظبوطين. قول معايا العدد اللي جاي ده. مشهورة قديمة قوي، طفلة صغيرة طلبت من جدها وهو رايح يجيب لها حاجة معينة، وبعدين راح الجد نزل مشاويره، وبعدين هو راجع حط ايده في جيبه فلقى ورقة وكان نسي يجيب لها اللي هي طلباه، فحط في ايده في جيبه لقى ورقة فتحها كده فلقى جواب شكر، مرسي يا جدو على انك انت جبت لي اللي انا طلبته منك. اتكسف من روحه طبعا وراح جاب الحاجه ورجع، لان هي واثقه فيه، هي مش تطلب حاجه وحشه، هي بتطلب حقها، فاكيد جدو هيجي اكيد. فقبل ما يجيب بعتت جواب الشكر، بس جدو كان نساي شويه، بس بابا اللي فوق ده ما بينساش. والإيمان إني أعمل زي العدد الأخير ده، كل ما فيا يشكرك. هو لسه ما حصلش حاجة، أنا طلبت خلاص، أنا طلبت حقي وأنا عايزه بحق وحقيقي ومستعد أنزل عن أي حاجة عشان يرجع لي حقي، يبقى أكيد حقي هيعمل إيه؟ يرجع. خلينا ندور ناحية بعض تاني، خلينا نشكر ربنا. أشكرك إنك ترد لي الحاجة اللي ضاعت مني، أشكرك لأجل أيام جاية مليانة شبع وري بيك يا سيدنا الرب. مارس الحكاية ديت، أشكري ربنا يا رب الأيام اللي جاية مليانة شبع بيك، هعرف أنظر وجهك، هعرف أسمع صوتك، هعرف أقابلك، هعرف أشبع بيك يا رب. كل ما فيا يشكرك لأنك استجبت لي. أنا قلت اسمع صورة أخي فأنت أكيد سمعت، أنا مددت إيدي فأنت أكيد أمسكت بيدي. كل ما فيا يشكرك لأنك استجبت لي. كل ما فيا يشكرك لأنك استجبت لي. أشكرك لأنك لست إنساناً فتكذب ولا ابن إنسان فيبنى. أشكرك لأنك أنت مش جده اللي بينسى أو بابا اللي بيتشغل. أشكرك لأن أشواقك لي أكتر من أشواقي ليك. أشكرك أن عطاياك بلا ندامة، وهبتني أن أشبع بيك ولن تأخذ هذا الحق أبدا، وعدتني أن من يؤمن بي فلا يعطش ومن يأتي إلي فلا يجوع، وأنا راجع أشبع وأرتوي يا رب، راجع آكل وأشرب
من خبز الحياة من الماء الحي لأحيا به. فلا أحتاج أن أبحث عن سواك، فلا أحتاج أن أشبع من غيرك، فلا أشرب من ماء العالم. يا رب أشكرك، أشكرك، أشكري، أشكري، أشكري علامة إيمان، أشكري، أشكري، أشكري. قل له خد أي حاجة تعطل الحاجة دي من حياتي، اي حاجه تعطل علاقتي بيك وشركتي معك وشبعي، خدها خدها، مش عايز، انا مش عايزها، انا مش عايزها، انا مش عايزها. خد يا رب، خد اي حاجه تقف بيني وبينك. اشكرك 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 اشكرك. أمين أمين. عندي طلبة تانية عايز أصلي عشانها، مش عارف قد إيه هيكون حماسكم، لكن خليني أقول من قلبي. دي واحدة من الحاجات اللي أنا عارف إن ربنا دعاني إني أعيش عشانها، مش مجرد بحبها و بتكلم عنها وبصلي لها، لكن واحدة من رؤى حياتي وأحلامها أني أشوفها بتحقق. قلت إن ربنا، إن الإبليس خد من الكنيسة أربع حاجات كبيرة على الأقل، وقلت إن أول حاجة خدها إبليس من الكنيسة كانت وحدتها، كانت وحدتها. لغاية 325 في مجمع نيقية كتبت الكنيسة قانون إيمان واحد، وبعدين رجعته شوية سنة 381 اللي هي نيقية قسطنطينية، عملت شوية تعديلات بسيطة على قانون هذا الإيمان، وبقى قانون هذا الإيمان ده النيقوي أو النيقوي القسطنطيني هو قانون كل الطائف، كل الطائف لغاية وقتنا ده، ما عدا كلمة واحدة. يوم الجمعة وأنا بقول الحكاية دي بقول إزاي الكنيسة انشقت في مجمع خلقدونيا على قضية المسيح شخص له طبيعتين ولا طبيعتين في شخص واحد. وبعد مش عارف كام مئة سنة لما القداسة بابا شنودة راح لبابا الفاتيكان وقعدوا وعملوا صياغة جديدة وقالوا احنا مش مختلفين ولا حاجة، وكتبها البابا شنودة في كتاب ونزله، وانا نزلت الحكاية دي في أكتر من مرة، لكن بقى الانشقاق. فسر الانشقاق راح لكن الانشقاق فضل، ومن ساعتها ابتدت الكنيسة تضعف 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 لغاية لما مرت بالعصور المظلمة في القرون الوسطى. بحكي الحكاية دي يوم الجمعة، وبعدين أخت فاضلة طلعت ورايا كده ومسكتني قالت لي لا يا سيس ما انت مش واخد بالك. قلت لها ايه؟ قالت لي لا، قانون الإيمان للكنيسة الكاثوليكية غيرنا خالص. قلت لها ازاي؟ قالت لي ايوه، قانون الإيمان للكنيسة الكاثوليكية ان المسيح لما اتولد كان انسان، وبعدين لما حل عليه الروح القدس بقى إله. قلت لها فين ده؟ قالت لي اه. قلت لها انا اول مره اسمع الحكايه دي. قالت لي ازاي؟ دي حقيقه معروفه جدا. فانا قلت يمكن انا جاهل الحقيقه، فرحت يعني فاتح جوجل كده وروح قانون الايمان، فطلع لي كده قانون الايمان للكنيسه الكاثوليكيه، قانون الايمان للكنيسه الانجليه، قانون الايمان. فقعدت اقرا ده واقرا ده واقرا ده، مفيش الحكايه دي خالص. في فرق كلمه الحقيقه عشان ابقى صادق، يعني نؤمن بالروح القدس المنبثق من الاب، وبعدين الكاثوليك خلوه المنبثق من الاب ومن الابن بس. احنا بنصدق اشاعات تفرقنا، احنا عايزين مصايب تفرق، احنا بنحتفل بالابليس خده مننا. الكنيسة لن تغير عالمها وهي منقسمة، الكنيسة لن تعبر عن وحدانية الله وهي منقسمة. الآب والابن والروح القدس واحد، بس الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية مش واحد. هي الكنيسة الأرثوذكسية أصلا
في الأرثوذكسية القبطية والسريانية واللاتينية والجريك اللي هي والأرمن والأثيوبي، في كتير. والكنيسة الإنجيلية ما شاء الله مش عارف بقى 1500 ولا إيه، حاجة زي كده. قانون الإيمان بيقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. نؤمن بكنيسة واحدة، نؤمن بكنيسة زي ما بنؤمن بإله واحد الآب والابن والروح، نؤمن بكنيسة. ده الإيمان المسيحي. بس كل طائفة بتقول إحنا هي الكنيسة دي والباقيين دول ما نعرفهمش، دول ولاد حد تاني بيقولوا له بابا بس هم مش ولاده، بيحبوه بس هو مش بيحبهم، بيخدموه بس هو زعلان منهم، بيقولوا انه يعرفوه بس هو ما يعرفهمش، احنا بس اللي نعرفه ويعرفنا احنا بس 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 نقطه. معقول؟ هل ده معقول؟ هل ده يخش عقل؟ ولا الله بيحب كل ولاده اللي بيحبوه وبيؤمنوا بيه وكلمته، واللي زي ما قال متى المسكين هم خليقة جديدة في المسيح، هم أبناء الملكوت، هم عايشين للرب. والدليل انهم بيحبوا بعضهم بعضا، واللي مش بيحب أخوه يبقى مش بيحب أبوه، لأن اللي يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. مقالة نزلت مش عارف الحقيقة مين اللي كتبها ضد اللا طائفية. لا طائفية هرتقى، وطبعا في طائف، طبعا احنا ما بنقولش لا طائفية، بنقول كنيسة واحدة ليها طوائف كتير، بس هي في الآخر كنيسة واحدة. كل من يحب الرب ويعيش للرب وأعطى حياته للرب ويتبع الرب ويؤمن به ربا ومخلصا وينادي به ويحيا الحياة المقدسة، هو في الكنيسة دي، هو في الكنيسة الواحدة بطوائفها المختلفة بتعددها، فهي كنيسة جامعة تجمع ولا تفرق، تجمع ولا تفرق. إذا كان في حد قلبه مكسور على الانقسام ده يبقى هو، إذا كان في حد فينا عايز يطيب خاطر ربنا هو إن نرجع تاني الكنيسة، كنيسة واحدة طائفية مش مهم، بس هي كنيسة واحدة بتحب بعضها وكلها تقدر مع بعض تقول له يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. عندها طلبة واحدة، بتنادي شخص واحد عندها طلبة واحدة، إن اسمك يتعظم، إن ملكوتك يأتي، إن مشيئتك تكون. عندها أب واحد وعندها طلبة واحدة وعندها قانون إيمان واحد، نؤمن بإله واحد الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض وبربنا يسوع المسيح وبالروح القدس وبالكنيسة الواحدة وبمعمودية واحدة، هو نفس الإيمان. طقسه مختلف، تفاصيله في العبادة مختلفة، لكن هي في الآخر كنيسة واحدة. كذا مرة أبتدي يحصل معايا اللي بيقوله الكتاب دوت، ألوز هارت، أجيب أب، أقول يظهر إن دي معجزة مش في الجيل ده، مع إن الجيل ده يمكن يبقى الجيل الأخير، ما هو مش في الجيل ده يبقى مش هتحصل. بعدين ربنا يشجعني وشوف بدايات رائعة وعظيمة جدا لتحقيق هذا الوعد الإلهي، هذه المشيئة لرد هذا المسلوب. النهاردة حد كلمني في التليفون كان عمال يرن عليا وبعدين انا اتصلت بيه، قال لي اسيس سمعت الوعظه بس كانت متكرره وسمعت حكايه الوحده ديت، وعايز اطمنك وعايز اشجعك باللي يحصل معانا في المدينه بتاعتنا، في المدينه بتاعتنا الكبير جمعنا والتقينا مع بعض، واللقاء كان في الكنيسه الكاثوليكيه
واللقاء الجاي في الكنيسة الأرثوذكسية. ويا ريت أسيس تيجي تحضر معانا، احنا رجعنا تاني نصلي مع بعض، احنا رجعنا تاني نتلم على بعض كنيسة واحدة. أنا عايز أشجعك يا أسيس. زي ما حكيت الأسبوع الجاي فيه تحدي كبير قوي، بعد مش الأسبوع الجاي، بعد يومين، بعد يومين في بغداد، في قلب بغداد، بدعوة من مطران الأرمن الكاثوليك، داعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مش ممثلة في شخص ما، والكنيسة الإنجيلية ممثلة في شخص ما، والكنيسة الكاثوليكية ممثلة في شخص ما، وداعي بقى من بغداد كل الطوائف. في انجليين جايين وكاثوليك جايين، وفي كاثوليك قالوا لا يا عم احنا مش طول الحاجات ديت، والسوريان الارثوذكس جايين، والسوريان والاباط جايين، وناس كتير جايه قوي قوي قوي، حاجه غريبه جدا. وسيذاع هذا اللقاء، واللقاء ده مش مجرد كلمات يعني دبلوماسيه، لا لا لا، عنوانه تعالوا الي جميع المتعبين والثقيلين، دعوه للتوبه والرجوع الى ربنا وبدايه الحياه الجديده مع المسيح، ودعوه للصلاه من اجل العراق وما تعيش فيه. حدث كبير قوي مرة تانية بيجسد هذه الوحدة أمام العالم. في ناس بتحب بعض من طوائف مختلفة، عندها لترجيات مختلفة، عندها عقائد مختلفة، لكنها تتفق في حبها لله، في حبها لبعضها. وهو ده الإنجيل، أن نحب الله وأن نحب بعضنا بعض، أن نعيش لله وأن نخدم بعضنا بعض، وأن نغار له وأن لا نغار من بعضنا البعض. إبليس مش عايزنا نستعيد ديت، خدها مننا من مئات السنين، وعلى على يعني على رقبته انها تطيع منه، لانها لو ضاعت منه ناره يسود. لو رجعت الوحدة لك نهار إبليس يسود، مش فايت. لان ساعتها الايمان بوحدانيه الله الاب والابن هتبقى حقيقه لا تحتاج مناقشه ولا لاثبات ولا لجدال. ده قال له كتاب ليكون واحد ليؤمن العالم انك ارسلتني وانك احببتهم كما. فابليس مش عايزنا نسترجع اللي خده مننا ده. فدي معركتنا مع ابليس امام الله. نقول للكبير قوي اللي إبليس خده مننا ككنيسة، رده لنا يا رب، رده لنا. على مستوى الناس والشعب في رجوع لبعض. على مستوى الشعب مش القيادات، في وحدة، ربنا عمال يجمع العظام، عمال يجمع. مطرح ما بروح بشوف ده، بشوف روح التعصب وقعت، وبشوف الناس بتحب بعض، وناس تيجي تسلم عليا تقول لي يا أسيس أنا أرثوذكسي بس بحبك، شوف أنت بقى يعني شوف أنت بقى، أنا بس بحب، يلا 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 يلا. ففي حاجة حصلة تحت، بس إحنا عايزين الموجة اللي تحت دي تطلع وتبان وتبان، ويراها الجميع، يرى الجميع مرة تانية كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. رسولية يعني مش المذهب الرسولي، ما كانش فيه مذهب الرسولي في ذلك الوقت، لأن الرسولين كل مرة يقول شفتوا إحنا الأصل. يا عم ما كانش فيه رسولية وقتها، رسولية يعني مبنية على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أنا عايز نصرخ صرخة كبيرة قوي، نقول يا رب اللي أنت ابتديته ده في لم شمل الكنيسة كمله، اللي خده إبليس في هذا العصر في هذه الأيام يرجع تاني لكنيستك يا سيدنا الرب. فرح قلبك وفرح شعبك بعودة هذا الحق الذي سلب مننا. إحنا اللي ضيعنا مئدينا، وإحنا اللي لازم أمام الله نستعيده مرة تانية. حد يقول أمين؟ وقف معي. وقف معايا، وقف معايا. احنا يا رب اللي ضيعنا مننا، احنا اللي اتخانقنا مع بعض، احنا اللي السياسة سمحت انها تخش الكنيسة ففرقتنا، احنا اللي سمحنا يا رب لاختلاف الالفاظ والعبارات المطاطة انها تمزق جسدك، احنا الذي لم نغلب الحب على اي حاجه تانية،
العلم ينفخ المحبة تبني تبني المحبة تبني. احنا رب اللي عملنا كده، واحنا اللي رجعين نقف قدامك ونقول لك سامحنا سامحنا سامحنا. غلطة مهولة مزقت جسدك قرون قرون طويلة. والنهاردة يا رب من هذا المكان، من المكان اللي فيه أثناسيوس، من مصر اللي فيها أثناسيوس كتب هذا القانون، مرة تانية بنقول لك اجمعنا حول هذا الإيمان الواحد، اجمعنا حول هذه الكنيسة الواحد، اجمعنا حولك. أنت رأسنا، أنت مسيحنا، أنت عريسنا، أنت مخلصنا، أنت ربنا. اجمعنا حول الآب الواحد اللي فيه نقدر كلنا نقول له يا بابا يا أبا الآب يا أبانا يا أبانا السماوي. Yeah.
في البيت يبقى بابا وماما متخانين مع بعض والعيال يطلعوا كلهم عندهم زو. هو ده اللي حصل. عارف يعني ايه معجزة ان بابا وماما يتصالحوا؟ الكنيسة تحط ايديها في ايدين بعض، تحب بعض، كل واحد عنده عقيدته، كل واحد عنده ايمانه، كل واحد عنده طريقته، بس ده ميلغيش اننا نحب بعض، لاننا كلنا قبلنا روح واحد وروح الله، وكلنا ننادي شخص واحد ابانا والاب، وكلنا عندنا حلم واحد، ان يتقدس اسمه، ان ياتي ملكوته، ان تكون مشيئته، وان تمتلئ الارض من معرفه مجده كما تغطي المياه البحر. ما عندناش حلم تاني، ما عندناش رؤيه تانيه نعيش عشانها غير ان تمتلئ الارض من معرفه مجده، ان يبصر الناس جمال يسوع، ان يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. حطوا ايديكم في ايدين بعض، امسكوا ايدين بعض. واتمنى ان اللي قاعد معلش يقف معانا دقيقتين كده وبعدين هنسيبه يقعد تاني. خلينا نرفع ايدين بعض قدام ربنا نقول له احنا اللي سيبنا ايدين بعض لكن راجعين نمسك ايدين بعض، احنا اللي فرقنا نفسنا واحنا اللي راجعين تاني نتلم بعضنا مع بعضنا، احنا اللي رفضنا بعض واحنا اللي راجعين نقبل بعض، احنا اللي ما حبناش بعض وراجعين نحب بعض، احنا اللي ادينا ابليس مكان واحنا اللي جايين لا نعطي ابليس مكان. وانت مسك ايدين اخوك واختك كده، صلي بصوت عالي، خلينا كلنا نصلي بصوت عالي، خلينا نصلي كلنا بصوت عالي. رد لينا سبينا، رد لينا كنيستك الواحدة الجامعة الرسولية، اصنعها من عندك يا رب، دي معجزة ما حدش يعرف يعملها غيرك، ده عمل إلهي ما فيش حد يقدر يعمله، اللي خده إبليس انت وحدك تقدر تسترده منه، اللي خده مننا إبليس انت وحدك تقدر ترجع حولنا يا سيدنا الرب. احنا اللي سبناه ياخده واحنا اللي جايين نطلب منك يا قاضي عادل، اربط القوي وانهب امتعته، ورجع لنا مجد الكنيسه الاولى، الكنيسه الواحده، الكنيسه الواحده، الكنيسه الواحده، الكنيسه الواحده المقدسه الجامعه الرسوليه. يا رب يا رب بعد. خلينا نقول النشيد دوت. انا عارف ان صعب انك تمسك ايد اللي جنبك، بالذات لو ولد ما تعرفوش او لو بنت ما تعرفهاش، زي بعض زي بعض، يعني الكهرباء زي بعض ما يجراش حاجه بتروح بعد شويه. فخلينا نقول مع بعض كده، الجسد الواحد يجمع. الهنا حاضر وسطينا، الهنا حاضر وسطينا، اب واحد لاولاد كتار طوال وقصيرين واولاد وبنات أرثوذكس وكاثوليك وبروستانت، بروستانت بس زي بعض هما برضو أولاد البروستانت دول.
كده وحط ايديك على الاجتماع ده في بغداد. الحكومة هناك ادتنا زي مركز المؤتمرات بتاع مصر كده، يعني القاعة الرئيسية بتاعت صدام حسين لهذا الاجتماع. حط ايديك على القاعة ديت، حط ايديك عليها كده، قول له رب اعلن مجدك في هذا اليوم، في ثلاث ايام دي بصورة عظيمة لا مثيل لها. ربنا مرة تانية اسمع ايات وعجائب، اسمح للمرضى ان يبرأوا، اسمح يا رب الارواح الشريرة ان تخرج، اسمح بحضور الهي لم يحدث من قبل. ألسنة من نار تأتي على هذه الكنيسة، معمودية جديدة لهذه الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية. يا سيدنا الرب مسحة للخدام غير عادية، كلمات من نار يا رب، صلوات تزلزل هذا المكان، صلوات تغير تاريخ يا رب العراق. لا يعود العراق كمكان، لا تعود بغداد كمكان. تأتي بالسلام، تأتي بالمصالحة يا رب، تأتي بالحياة في وسط رائحة الموت. خلينا كل اثنين نتدور ناحية بعض ونصلي. صلي صلي صلي، عايزين نسكو قلوبنا من أجل الثلاث أيام دول. تقدمنا بوجهك يا رب، سهل كل حاجة، سهل كل حاجة يا رب، اعملها بإيديك يا رب. انت اللي ابتديت الفكرة دي، انت اعملها بإيديك يا رب. اقف النهاردة ضد كل مؤامرة العدو، قل له ابطل مؤامرة العدو، ابطل مشورة الأشرار يا رب، ابطل كل محاولة لتخريب هذا اللقاء التاريخي يا سيدنا الرب. سحابة مجد تغطي يا رب هذا المكان، كل اللي يدخل يا رب القاعة يلمس حضور مادي مادي مادي، مش بس روحي، لحضورك في هذا المكان يا رب. اختم انت، ان ده عملك، ده عمل ايديك، ده عمل، ده مش عمل بشري، دي مش خطة بشرية، دي مش فكرة بشرية، ده تدشين يا رب، ده تدشين إلهي، ده تدشين إلهي يا رب لهذه الكنيسة الواحدة، واحدة في حبها، واحدة في إخلاصها، واحدة في تواضعها أمامك، واحدة في رسالتها اللي بتنادي بيها، الجيع والعطش إلى البر يقبلون، ثقيل الأحمال يأتون، المرضى يأتون إلى المسيح المخلص، إلى المسيح الشافي. صوت صارخ، صوت صارخ للكنيسة في كل أنحاء يا رب هذه الأمة، في كل أنحاء الأمة العربية، صوت صارخ من قلب بغداد، بوق إلهي من قلب بغداد ينادي الكنيسة يا رب، من شمالها لجنوبها، من شرقها إلى غربها، أن تأتي بقلب واحد لتكون نور وملح للأرض في أيام مظلمة، في أيام مليانة رائحة الموت والبغضة والكراهية، لتكون رسالة الحب والمصالحة والحياة. شق السماء وانزل على المكان ده يا رب، شق السماء وانزل على المكان ده يا رب، شق السماء وانزل، عمود نار، عمود نار، وسحابة المجد تأتي على هذا المكان يا سيدنا رب. إعلان مجد يسوع المسيح، إعلان محبة الله الآب، إعلان حضور الروح القدس يا سيدنا رب يأتي على هذا المكان. شق السماء، شق السماء فوق بغداد، شق السماء فوق بغداد، شق السماء فوق بغداد، والسكة اللي انت بتربط بيها
بها مصر بأشور يا رب اللي انت اتكلمت عنها، السكة ديت والجسر اللي انت بتبنيه ديت يا رب انت تشدده وتقويه وتعلن به يا رب ان ده اعلانك انت، ان يكون في طريق من مصر الى أشور ومن أشور الى مصر. شق السم شق السم، اقف معايا اقف معايا اقف معايا، اقف للرب النهاردة، اقف للرب، اقف للمشيئة الالهية، اقف النهاردة من اجل عمل الله. والله يا رب رد سبينا رد سبينا، الابليس خده يرجع اضعاف، الابليس خده يرجع اضعاف، الابليس خده يرجع. احنا مش متنازلين عن حقنا، احنا مش متنازلين عن ميراثنا في المسيح يسوع، احنا مش متنازلين عن ميراثنا في المسيح يسوع. ميراثنا كنيسة واحدة، ميراثنا كنيسة واحدة، هو عمل كنيسة واحدة واحنا عايزينها ترجع تاني كنيسة واحدة لعريس واحد، لعريس واحد. شق السم شق السم. مجد الاب والابن الايام دي يعني يا رب، مجد الاب والابن، مجد الاب والابن في الايام اللي في العراق، مجد الاب والابن في مصر الايام دي يعني. واعلن عن نفسك واعلن عن سلطانك واعلن عن مجدك واعلن عن قوتك الايام دي يعني. صلي قول له مجد يسوع، قول له يتعظم اسم يسوع الايام دي يعني.
ده الاسم العالي، ده الاسم الغالي، ده الاسم اللي يبقى معروف، ده الاسم اللي يتردد على الألسنة. صلي وقول له مجد اسمك يا رب الأيام دي، يعني احنا مستنيينك تمجد اسمك يا رب. حاجات كتيرة هتمجد يسوع الأيام الجاية في بلدنا، حاجات كتيرة هنسمع عنها وهنشوفها هتمجد يسوع. صدقوني هتسمعوا قريب جدا عن حاجات بتمجد يسوع. من أكتر الحاجات اللي هتمجد يسوع في أرضنا الشفاء، الشفاء اللي هيشفيهم يسوع، الآيات والعجائب اللي هتحصل في بلادنا الأيام الجاية هتمجد اسم المسيح. النقط دي اللي نازلة، المطر اللي هيبقى سيول من الشفاء على حياة الناس، لأن يسوع بيتعظم في شفاء الأجساد، يسوع بيتعظم في شفاء الأجساد. عايزين كلنا نرفع ايدينا كده ونصلي، قول يا رب مجد اسم يسوع في الشفاء الأيام دي، يعني يا رب مجد اسم يسوع في الشفاء. قول بين الناس اصنع آيات وعجائب زي ما قلت في أرضنا من أكتر من 2000 سنة. تعال الأيام دي المس، المس أجساد يا رب، المس أجساد، اشفي اشفي يا رب، اشفي الأمراض المستعصية، اشفي الناس اللي فقدت الأمل يا رب والرجاء إن هي تخف، اشفي 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 ومجد اسمك يا رب. احنا عايزين اسمك يتمجد زي ما كتب في سفر أعمال الرسل، وكان اسم يسوع يتعظم. عايزين اسم يسوع يتعظم من خلال يا رب الشفاء الأيام دي، فالناس تقول ده يسوع، ده يسوع، ده يسوع اللي بيجرى، ده يسوع، دي ايدينه، دي معجزاته، دي اعماله. صلي صلي صلى في الباسكت دي، يعني من 2016 وطالع هيبقى في باسكت تانية، بس الورق اللي فيها اكتر بكتير من ورقنا. شكر 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 على اللي ربنا عمال يعمله. خلي عندنا الايمان ده ان 2016 باب الشفاء والايات والمعجزات والعجائب هيتفتح على مصراعيه، ومش ده اللي هيبقى مليان، ده هيبقى القليل، ده القليل، والكتير
طلبات شكر. عشان كده الأسبوع الجاي بالإيمان هنعمل كده، بالإيمان هنكتب طلبات الشكر، صلوات الشكر بتاعتنا، وهنجيبها هنا على اللي ربنا عمله معانا في 2015. في معجزات شفاء أكيد حصلت، بس في حاجات تانية أنت صرخت وصليت من أجلها ربنا عاملها، هنيجي نشكر عليها. هيبقى في باسك تاني مكتوب عليه شكر للرب، وأنا بصلي إن تبقى الحاجات الحقيقية اللي ربنا عملها معانا الورق ده يقع من الباسكت من كتره، إن ما بقاش فيه مكان في الباسكت لورق من كتر الشكر اللي هنقدمه لربنا الأسبوع الجاي. أمين. عايزين نرفع ايدينا على الطلبات دي كده واحنا بنصلي، ونكون عربون، عربون بناخده في اخر السنه يا رب، عربون لكل واحد معاق، كل واحد تعبان، كل واحد بيعاني من كانسر، كل واحد عنده ازمه صحيه وازمه نفسيه وازمه في علاقات وازمه في بيت، تتحل باسم المسيح يا رب. اشكرك، اشكرك لانك صانع الايات والعجائب، اشكرك لان مفيش حاجه اكبر منك ولا من اكبر من قدراتك ولا امكانياتك يا رب، لكن النهارده تقول كلمه، تقول كلمه فيبرأ غلامك يا رب، تقول كلمه الليله فناس قاعده امام الشاشات تبرأ النهارده باسم المسيح يا رب. كل اعاقات يا رب، كل اعاقات في الرجلين وفي الظهر باسم المسيح تبرأ الان يا رب. كل كانسر يا رب، وكل مريض كانسر فقد الامل يا رب، والكانسر عمال ينتشر يا رب، والدكاتره بتقول وضعه صعب ووضعها صعب، الوضع بقى مأساوي، انا بصلي باسم المسيح النهارده تضع حد لهذا الكانسر يا رب باسم المسيح في حياه ناس يا رب، واقفه النهارده في بيوتها بتصلي عن ولادها، واقفه بتصلي عن نفسها باسم المسيح، حد تضعه لهذا المرض باسم المسيح. اشكرك لانك بتشفي وبتصنع الايات والعجائب. هنفضل يا رب نقول لك مجد المسيح في الشفاء، هنفضل نقول لك مجد المسيح في الشفاء الجسدي والنفسي يا رب. الناس التعبانه، الناس المكتئبه، الناس اللي عندها ديلوجنز، الناس اللي عندها وسواس قهري، الناس يا رب اللي بتعاني ومش عارفه تنام، احنا بنصلي راحه باسم المسيح وشفاء كامل واكيد يا رب. صلي من اجل البيوت اللي مليانه انقسامات ومليانه مراره ومليانه فشل ومليانه جروح باسم المسيح، تبرق، تبرق يا رب، وتطلق غفران في العلاقات باسم المسيح وشفاء الشباب يا رب اللي بيدور على شغل، الشباب يا رب اللي نفسه يرتبط باسم المسيح يا رب. افتح الابواب، 2016 عام فتح الابواب المغلقه يا رب، فتح للابواب المغلقه في 2016 يا رب باسم المسيح. باب الشفاء يتفتح على مسرعيه يا رب، باب البركه الروحيه والماديه والنفسيه تتفتح على مسرعيه، باب الوحده يتفتح، باب النهضه في بلدنا يتفتح باسم المسيح يا رب. احنا منتظرينك، جايين نهتف ليك النهارده، واحنا بنختم الاجتماع ده ونقول علي صوتك بالتسبيح واهتف للمسيح، اهتف للاسم الغالي العالي اللي هيتمجد في الشفاء وهيتمجد في امور عظيمه في 2016.
شكر، علامة شكر على اللي هيعمله. صدقني هيعمل كتير. سقف ليسوع، سقف سقف، اشكره 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 اشكره. التسقيف ده علامة شكر، علامة شكر، علامة شكر للملك، للقدوس، للشافي، للمحرر، يسوع يسوع يسوع. هللويا 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 هللويا. هنكمل صلاة للشفاء بعد الاجتماع هنا في الكنيسة. هيكون وقت صلاة وتسبيح للي محتاج صلاة في الساحة الخارجية، للقيود اللي محتاج صلاة من أجل التحرير، طريق خروجنا على إيدك اليمين. يوم السبت 19 ديسمبر هتكون حفلة الكريسماس بتاعت الأطفال من 6 ل 8. لو عندك أطفال هاتهم 6 مساء يوم السبت 19. نفسي أقول إعلان أخير على كل اللي بيتفرجوا علينا على الكرمة. يوم الاثنين الجاي اجتماع شكر خاص جدا. نفسي اللي حاضرين في الكنيسة اكتبوا حاجات الشكر، هاتوها جاهزة معاكم عشان نحطها في الباسكت. ونفسي ما تحضرش الاجتماع لو انت من القاهرة في البيت، عايزك تيجي الكنيسة. عايزين نيجي مع بعض نحتفل بالمسيح ونشكره ككنيسة من كل الطوائف. لو بتتفرج علينا على البرنامج انا احبك تيجي اليوم ده تشكر ربنا. خلونا نختم مع بعض بالصلاة الربانية. اسمعنا يا ابانا احنا ندعوك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد أمين.